هناك عالم جميل أزرق على مسافة 150 مليون كيلومتر من الشمس. هذا الكوكب الرائع وطن لنا، إنه الكوكب الثالث بعدا عن الشمس وأول كوكب يتبعه القمر. تندفع الحمم المنصهرة من الأسفل عبر الإطار الخارجي لتنتشر تحت القشرة. يؤدي ذلك على السطح إلى انتقال القارات. أما الدليل على ذلك فهو تحت الأمواج، حيث تتدافع سلسلة جبال في وسط المحيطات من الإطار الخارجي لتباعد ما بين الصفائح التي تحمل القارات. بواسطة الحاسوب سنجفف المحيطات افتراضيا كي نرى الصفائح التي يتباعد بعضها عن بعض بينما يتقارب بعضها الآخر من بعض. حيثما تلتقي الصفائح تتفجر البراكين بإذن الله. يبدو كأن النجوم في الليل تتنقل عبر السماء، ولكن هذه خدعة في الرؤية، لأن ذلك ينجم عن دوران الأرض حول نفسها خلال 24 ساعة يتعاقب فيها الليل والنهار. كما هو الحال مع الشمس، فعندما يتحرك الظل على القرص نعلم أن الشمس لا تتحرك بل الأرض. يكاد الليل يساوي النهار لو أن محور كوكبنا لا يميل بنسبة 23 درجة عن محوره العمودي. أضف إلى ذلك تعقيدات فلك الأرض حول الشمس حتى يتضح أمر الفصول تماما. تستهلك الدورة الفلكية عاما كاملا، يشهد كل يوم تغييرا بسيطا في الزاوية التي تسقط فيها أشعة الشمس على الأرض. يصبح التغيير أكبر بعد فصل، أما بعد 6 أشهر فيصبح التغيير بأقصى أشكاله. من هذا الموقع عندما يكون الشتاء في الجزء الشمالي من كوكب الأرض يكون الصيف في الجزء الجنوبي منه. أيام قصيرة باردة في الشمال مقابل أيام طويلة حارة في الجنوب. بعد 6 أشهر وحين تصبح الأرض في الجانب الآخر من الشمس يحل فصل الصيف في الشمال وفصل الشتاء في الجنوب، وكل ذلك بأمره عز وجل. تغير الفصول يعني تغير الغروب أيضا. مع حلول فصل الربيع في الجزء الشمالي تغرب الشمس باتجاه الغرب تماما. أواسط فصل الصيف تأتي الشمس من أعالي السماء لتغرب شمال المنطقة الغربية. أما في أواسط فصل الشتاء فإنها تغرب جنوب المنطقة الغربية. عبر الأقمار الصناعية نرى تأثير الفصول على الغطاء الثلجي، ولكن الشمس هي العامل الرئيسي في المناخ. عند خط الاستواء حيث تسقط أشعتها عموديا تؤدي الحرارة إلى صعود الهواء الرطب. يؤدي ذلك إلى 3 محركات هائلة للهواء تدور بين خط الاستواء والقطبين، محركة الهواء الذي يصعد ويهبط. هذا هو سبب الرياح. إن دوران الأرض يمنع توجه الرياح نحو الشمال والجنوب، ولكنها تدور بأمر الله وتجعل الرياح تسير نحو الشرق أو الغرب. سماء شمال إفريقيا صافية لأن الهواء الجاف يهبط ليصعد الهواء الرطب نحو الشمال والجنوب.